معي هنا في الاستوديو سيدة سهام جرجس فائزة مع زملائها الأربعة بجائزة صناع الأمل. مساء الخير سيدة سهام. مساء النور. مبروك. ميرسي قوي. الحمد لله. توقعتي المفاجأة شيخ محمد أمس بأنه يتم توزيع 1,000,000 درهم على الخمسة مش بس على الفائز المصري؟ أتوقعت لأن أعرف كرمه وأعرف مدى الخير اللي بداخله، وما ممكن يعني يخلي واحد يطلع ولو احنا هدفنا ما كان للفلوس ولا الجائزة، بس انا واثقة فكر بينا يريد يفرحنا اكثر. احنا فرحنا بيها كثير الى ان وصلنا يعني لهالمكان الرائع. صحيح، لان عم نحكي عن 87,000. 87,000 واختاروا بينهم خمسة، هذا بحد ذاته انجاز طبعاً. كثير حلو، فهو راد يفرحنا اكثر. ف انا متوقعه، كنت طيب متوقعه. قبل ما اكمل معك بالمفاجات امس، المفاجاه الاخرى بصلب عملك واهتمامك وشغفك بموضوع اكاديميه هذه بحد ذاتها اكبر فرحه، لان هاي الاكاديميه هدفها تشجيع صناع الامل ومساعدتهم في المساهمات اللي هم يقدموها. يعني هذا اللي افتهمته، وعندنا ان شاء الله بعد كم يوم اجتماعات بهذا الخصوص يدعمونا. يعني انا من طرحت مشروعي جائزتي قررت ابني بها بيوت المهدمه من جراء الحرب بالفلوجه في حي اسمه حي الشهداء، مدمر تماما يعني، لان كان الدواعش ساكنين فيه، وطلعوا النسوان والأطفال، بقت بس رياجيلهم رهائن، فطبعا الطيران والهذي هدموه يعني، فبقت الأرامل والأيتام وماكو عندهم بيوت. فأنا قررت أعيد بناء هذا المكان، بس بالمبلغ اللي بالمبلغ اللي راح أخذه إن شاء الله. وأكيد من حكيت لهم هالشيء راح يدعموني، لان المبلغ ما راح يكفي هالكم الهائل من البناء، لان 200-300 بيت بس يعني مش جديد على حضرتك، حتى من مش دائما من المبادرات والدعم، يعني من حتى اموالك عندك العشرات من المبادرات وبنفس يعني. نعم. انت فقط تكملين. نعم. الطريق اليوم. نعم. ان شاء الله راح اكمل. انا مبادرات عندي كثير، قسم يعني كبير من المتبرعين من جميع انحاء العالم، ومن يحتاج الامر انا الحمد لله يعني متمكنه واسوي اللي الله يقدرني عليه. فبهاي المشروع اللي راح يصير راح يفتح لي مجال اوسع يعني للمساعدات بكل انواعها، لان انا مو بس شيء واحد يعني، أنا اللي أشتغله كحالات إنسانية مو بس بناء، أنا عندي عندي كل شيء، ما في شيء أنا ما تدخلت فيه، ما في أحد ناشدني بأي مجال، إن كان مرض، إن كان يتم، إن كان أرملة، إن كان معوق، إن كان مسن، كل المجالات. فطبعا يعني هذا ينراد لها مبالغ كبيرة طبعا، ممكن ما أساعد اثنين يمكن راح أساعد 50، فهذا يسعدني كثير طبعاً. يسعدني. أنت بدك تبلشي بالمشروع الجديد اللي مرتبط بالمليون درهم للجائزة؟ من هسه نطيت أوامر اليوم بالتليفون، أعطيت أوامر يبلشوا، لأن عندي فلوس هناك يمهم، قلت لهم بلشوا بيها وراح يجيكم الخير دعم. الخير. طيب فينا نرجع للبداية سيدة سهام ونختصر للي ما بيعرف كيف بلشتي بالموضوع صناع الأمل وبالفكرة وبالمشروع لحد ما وصلتي لليوم؟ أنا بلشت تقريبا سنة 2007 من صار تهجير طائفي بالعراق، يعني سنة راحوا طردوهم وشيعة، يعني صار اللي صار بالعراق أكيد أنتوا تعرفون، فصار فقر، لأن الناس تطلع من بيوتها بدون ملابس بدون أي شيء ويروحوا يقعدوا وين ما كان هياكل. فانا من وصلت لي حالات، انا هنا مقيمه، وصلت لي حالات حكوا لي هيك هيك هيك، فراسا بادرت قمت اجمع
ملابس واجمع اكل واجمع حليب من واشحن واروح للعراق. بلشت على صعيد صغير. بلشت على صعيد صغير وثقة الناس فيني من شافوا شغلي وشافوا توثيقي لكل حالة أسويها، صار ثقة عالية عند كل الناس، بحيث ناس ما يعرفوني بس يقول لك كنا ندور على أحد يوصل لنا بس ما كان فيه، بس أنت الحين فيه موجودة فنريد هالشي. أوثق يبعثوا لي نريد مثلا مال هذا اليتيم، أنا أروح أصور أسوي وأبعث لهم الفيديو. كله موثق. نعم كله موثق. من هيك الحمد لله ازداد شغلي. مبادرة صناع الأمل سيدة سهام إلى أي درجة هي مهمة؟ يعني دائما المساعدات الإنسانية أكثر ما تدخل بإطار علاقة شخص مع رب العالمين. نعم. أكثر. نعم. بس أنه يتم في تقدير من قبل دولة دبي من قبل شيخ محمد، قديش بيعني لك الموضوع؟ ما شوفي إيش ما أحكي وإيش ما أقول ما راح أوفي حق هذا الرجل العظيم. يعني إنسان بكل معنى الكلمة، اللي يفكر مو بس ببلد الحمد لله وعايشين أحسن عيشة، يفكر بأفريقيا ودول الفقيرة ودولنا، هو خلى بلد ما ساعده، فسوى هذا حتى من كل العالم يستفاد من المبادرة مالته حتى لا يفرق بين هذا وهذا. طبعا اللي يقدم اكثر اكيد راح ينال الجائزه والدعم، وكملها هسه بهالوقت بالاكاديميه، باطلاق الاكاديميه. نعم. بمبلغ 50 مليون درهم. نعم. مبروك من جديد. شكرا. وشكرا كثير لوجودك معنا بالاستديو. شكرا جزيلا. تسلمي. سيده سهام جرجس الفائزه مع زملاء الاربعه اذا كما قلنا امس بجائزه صناع الامل.